تسعى جمعية سيدات الشبك من خلال مشاريعها المتنوعة إلى تمكين المرأة الشبكية، وذلك بتدريبها وإعطائها فرصة لأن تكون منتجة وفعالة ورافدة حقيقية لأسرتها والمجتمع. احنا اليوم بجمعية سيدات الشبك الخيرية، الجمعية النسائية التي تخدم القطاع النسائي في لواء الشبك. الجمعية تأسست بال2009 بمبادرة ملكية من جلالة الملك الله يطول عمره. الجمعية لها أهداف كثيرة ولها غايات كثيرة، تخدم القطاع النسائي في مجال التمكين السياسي والاقتصادي وفي أمور أخرى إحنا بنشتغل عليها على القطاع النسائي، هذا واحد. اثنين، الجمعية تقدم خدمات للمجتمع بشتى أشكالها. البندورة الموجودة اللي عندنا، عندنا المكبوس، البندورة، عندنا البندورة المجففة، عندنا البندورة اللي مكبوسة بزيت بمعنى آخر بنعملها، الكاتش أب موجود عندنا، والإشي الأجمل والأحلى من هيك إنه في عنا مربى البندورة. يعني كل واحدة ممكن الآن تشاهدنا على التلفزيون يقول رب البندورة، مربى البندورة، نعم نعمله مربى، وأنت قاعدة بتوكلي في المربى بتحسي حالك كأنك بتوكلي إما كرز أو فراولة، في طعم كثير مميز. إحنا إن شاء الله حابين يعني نطور من حالنا أكثر، إنه ننزل على السوق أكثر بقوة، نتعاقد مع المؤسسة المدنية والعسكرية إن شاء الله. يعني هاي تطلعاتنا وطموحاتنا في المستقبل إنه إحنا نقدم شيء للسوق المحلي إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا قادرين على اجتياز هاي المرحلة الصغيرة اللي إحنا بنشتغل فيها، إنه إحنا نشتغل على شكل أوسع وأفضل من اللي إحنا بنشتغل فيه. الهدف من هذا المشروع الموجود عندنا اليوم اللي هو رفع مستوى دخل الأسر في لواء الشبك وتشغيل البنات العاطرات على العمل. في عندنا بنات من حمل الشهادة البكالوريوس والدبلوم بيشتغلوا معنا في هذا المشروع، الحمد لله. هو الهدف إنه يعني الست كمان تتمكن اقتصاديا، وإحنا نساعد هاي الأسر بإنه لأنه بتأخذ راتب في الجمعية، فبالتالي بنعكس على أسرتها وعليها كست. إحنا مجموعة صبايا من لواء الشوبك، نعمل بمعمل ربي البندورة التابع لجمعية سيدات الشوبك، هذا المعمل الوحيد اللي موجود بجنوب الأردن وبلواء الشوبك. طبعا كانت فكرة المشروع، تم تقديم مقترح للمشروع من شباب وصبايا موجودين باللواء، تم الموافقة عليه، تم تدريب الصبايا على كيفية إعادة تصنيع البندورة من خلال دورات تدريبية، بعد ذلك نزلنا على المعمل، بلشوا يشتغلوا الصبايا، الشباب بيجلبوا البندورة من المزارع الموجودة بلواء الشوبك، بيعملوا أول إشي على فرزها، بعدين غسلها وتقطيعها، ثم سلقها لحتى يتم طحنها، وبعد ذلك بتم طبخها، بعد ذلك بتم تعبئتها بعبوات زجاجية محكمة الإغلاق طبعا بعد تعقيمها، ومن ثم وضع الليبل الخاص بالمنتج لحتى يتم تنزيلها على السوق المحلي. طبعا هذا المشروع خدم كثير صبايا وسيدات بلواء الشوبك، قدم لهم مردود دخل ومردود مادي ممكن انه يساعدهم شوي. طبعا هو كفكره ساعدت كثير سيدات انها تكون فكره مستقبليه لهم، لانهم يعيدوا تصنيع البندوره او انهم يفتحوا دخل او انهم يجلبوا دخل خاص لهم من خلال الدورات التدريبيه اللي اخذوها. في اجندات وطموحات الجمعيه امال كثيره بتوسيع رقعه الانشطه الخاصه بها، محققه هدفها الرئيسي بتوفير دخل الاسر من خلال اشراك اكبر عدد من السيدات في مشاريعها المستقبليه.